هي الحقيقة البيان هذا جاء بعد محاولات عديدة، بعد مراسلات عديدة للغرفة، وإحنا نحب نأكد هذا كيف كجامعة عامة الصحة وكاتحاد عام توصيل الشغل، رانا نقدر ونحترم القطاع هذا ونعرف خصوصيته، ونحب عادة ديما الاتحاد يبعد القطاع هذا على الاحتجاجات. والحقيقة بعد 3 سنوات من تجميد الأجور وعدم الالتزام بمحضر اتفاق في ما يتعلق بمراجعة الاتفاقية المشتركة لمستخدمي الصيدليات اللي هي تعود إلى أوائل الثمانينات وموقعش مراجعتها، كذلك ثم إشكال حول جداول التوقيت، وللأسف أغلب الصيدليات ما يلتزموش بضرورة تأشير على جداول توقيت العمال لدى تفقديات الشغل وبعد استشارة الطرف الاجتماعي. هذه مختصر لأهم المطالب الواردة في بيان الجامعة العامة للصحة، ووقع درسها وتمت بعد مراسلات الحقيقة عديدة. يكفي أنه ثم مراسلة رابعة اللي هي 10 أيام التالي ومضمونة الوصول إلى غرفة الصيدليات، نحثوا فيها الغرفة على الجلوس للتفاوض حول الإشكاليات هذه وإيجاد الحلول اللازمة لي حوالي 12,000 عون صيدلي متوزعين على كافة صيدليات الجمهورية التونسية. يعني بالنسبة لكم اليوم الاستجابة زاد المطالب متاعكم تنجم تخليكم تتراجعوا على رفع الشارة الحمراء هكا ولا لا؟ يعني اتفاق قادر على إنهاء رفع الشارة الحمراء، وإذا كان ما صارش اتفاق التصعيد ينجم يتجاوز حمل الشارة الحمراء. هي أختي حمل الشارة الحمراء هي وسيلة احتجاج فقط للوصول إلى الجلوس للتفاوض، وهي وسيلة راقية عادة يتم استعمالها في البلدان المتقدمة، وإحنا زادة كيف بلد متقدم وننوع في الاحتجاجات ونعرف خصوصية الصيدليات. وإحنا يكفي أنه في الإضرابات العامة السابقة للاتحاد العام التونسي شغل يقع ديما استثناء الصيدليات من الاضرابات العامه. واضح. لانه نعرفوا الصيدليات عندها خصوصيه وهي عنصر هام في الحلقه العلاجيه للمواطن التونسي، واي مس بها يعتبر مس من صحه المواطن، واحنا عندنا صحه المواطن الحقيقه هي من الاولويات نتاعنا كنقابه وحتى كجامعه عامه للصحه. واضح جدا. ناخذ في الخط الثاني الكاتبة العامة لنقابة الصيدليات الخاصة دكتورة ملكة المدير. مرحبا بك، أهلا وسهلا دكتورة، شنو حوالك؟ عسلامة، شنو حوالك؟ مرحبا بكل مستمعي. باب النقابة كان ديما مفتوح وعمره لكن مسكر على معناتها الأعوام اللي هما وليداتنا وخواتنا، ومعناتها جزء من صيدلي جزء كبير، معناتها هذوما معناتها بالفرنسية نقول سينو كولابوغاتور، يعني ما فهميش معناتها مفاوضات ديما مفتوحة والبيت كان ديما مفتوح، ما فهمش علاش معناتها نوصلوا الاحتجاج معناتها. اي يعني معناتها بون مش نوصلوا الاحتجاج، هذا حقهم ويعملوا اللي يساعدهم، ولكن احنا اخر اجتماع صار في وزارة الشؤون الاجتماعية في شهر 2 وتم محضر جلسة على العموم، أما المفاوضات لازم تكون مبنية على الاحترام المتبادل ومش نشر المغالطات وتشويهات، وذلك هو أبخي. احنا في شهر 3 كنقابة كي شفنا أنها المفاوضات باش تاخذ شوية وقت، دايوغ طلبنا راسلنا المنظورين الكل الصيدلية الخاصة وقلنا لهم ماذا بيكم معناتها تعملوا إنك مونتاسيون بروفيدوار في الإطالات متاع ليبريباراتور حتى لين يتم معناتها تصحيح إن شاء الله نتاع ليزوغمونتاسيون. حتى في شهر 4 عودنا راسلنا منظورينا باش نعاودو نذكروهم أنهم لازمهم يعني من المستحسن أنهم يقوموا بليزوغمونتاسيون معناتها بالترفيع في الأجور الوقتية حتى لين معناتها نكملوا المفاوضات. يعني احنا باب النقابة كان ديما مفتوح وهذا تاريخ، معناتها كنا ديما نجلسوا مع زملائنا ونتفاوضوا معاهم، ولكن نعاود نأكد أنه لازم يكون معناتها مبني على الاحترام المتبادل ومش نشر المغالطات والتشويهات، هذوما لازم يكونوا بعيدين عنهم، لأن احنا يد واحدة ونخدموا من أجل معناتها في مصلحة المواطن لتوفير الدواء، هذا هو
معناتها لوبجيكتيف برانسيبال نتاعنا. باب الحوار لم يغلق، الترفيع مؤقتا في الاجور معناتها نتاع الاعوان هذا بدعته ليه منظوريكم، في انتظار انه باب التفاوض يتواصل وتوصلوا الى حلول نهائيه في الموضوع. هذا هو. هذا هو احنا طلبنا في عملنا زوج حتى مراسلات يعني المنظورين معناتها نصحناهم ومعناتها الحقيقة هما السيد لا ياخذوا برأي النقابة 100% وطلبنا انهم تصير معناتها الترفيعات باش من معناتها اون ليسبا زملائنا معناتها هذوما قلت لك كيما قلت لك جزء منا صيدليتنا كبير جدا ونحترمهم جدا واحنا نحبوا معناتها المفاوضات نعاود نقولها ثالث مرة انها تكون مبنية على الاحترام المتبادل. وصار محضر الجلسة يعني في شهر 2 هذاك هو نحترمه محضر الجلسة ونظام هذا هو المطلوب. المكتب الوطني عنده اجتماع الجمعة الجاية وأكيد أكيد باش ثبتوا الزهلان وتم الزيادة في الأجور ولا لا، لأنه منظوريكم استجابوا للدعوة نتاع النقابة أكيد ولا لا هكا ولا أي أكيد فما معناتها عدد كبير احنا خاطر في اتصال دائم مع منظورينا عدد كبير معناتها قاموا بالواحد وإحنا نزيدوا في كل معناتها مرحلة اللي يصير فيها معناتها تواصل مع منظورينا نزيدوا نأكدوا أنهم يصير الترفيه وهذا هو معناتها وماشيين في الحوار وماشيين في المفاوضات ولكن كما قلت لك انه يكون على مبني على الاحترام المتبادل وعلى فكره الاتفاقيه القطاعيه تاع محاضر الصيدليات من احسن الاتفاقيات في القطاع الخاص. معناتها اتفاقيه هايله برشا ومن احسن الاتفاقيات اللي موجودين في القطاع الخاص. فقط لو يتم تفعيل هكا هو. هذا بالنسبة للعوان. كل تفعيلها كيفاش؟ هذا هو الكل تفعل فيها هذا احنا ديما نقولوا معناتها كان فما أي خلل اللي راوها المحاضرين ديما باب النقابة مفتوح احنا موجودين باش ديما معناتها ما تكونش فما خلل في احترام الاتفاقية الاتفاقية لازم تكون محترمة هي اتفاقية يعني أنا قلت لك من أحسن الاتفاقيات يعني في القطاع الخاص. واضح، شكرا لفضلك يعطيك الف صحة، شكرا على التوضيحات الكاتبة العامة لنقابة الصيدلية الخاصة دكتورة ملكة المدير، شكرا لك على التوضيح.